فرح، مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا يبقى الاعتماد بشكل رئيسي على الوعي للتعامل مع هذا الفيروس. نقصد بالوعي بالمرحلة للوقاية من المرض والابتعاد عنه، وأيضا الوعي في حالة الإصابة به وكيف نتعامل مع هذا الموضوع بوعي ومسؤولية. بالبداية خلونا نتابع المادة التالية ونرجع لضيفنا. الوقاية خير من قنطار علاج، والوعي سلاح النهوض، قولان يصحان دائما وأبدا وبشكل خاص في الوضع الحالي لمحاربة فيروس كورونا. فالوقاية الأكبر هي الوعي الصحي بخطورة هذا الفيروس والتقيد والالتزام بطرق السلامة الصحية، وخاصة مع عدم الوصول إلى علاج طبي لمكافحة هذا الفيروس، فكان لابد من التعويل على المسؤولية الاجتماعية بشكل خاص. ومع حملات التوعية العالمية والمحلية حول أبرز الإجراءات المفروض اتخاذها من قبل الأشخاص لوقاية أنفسهم، تظهر اليوم أعداد من الإصابات. فما هي أبرز السبل للوقاية من الفيروس بطريقة واعية علمية ومنطقية؟ وفي حال الإصابة به، كيف علينا التعامل معه للتغلب عليه بعيداً عن الهلع والذعر وبطريقة واعية وعلمية أيضاً؟ هاي الأسئلة وأكثر رح تكون مع ضيفنا بصباحنا غير، دكتور بهجة عكروش، أخصائي بطب الإسعاف والطوارئ. أكيد نرحب مرة ثانية بالدكتور بهجة عكروش، نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك. ينعاد عليك يا رب. خلي لي بدكم بخير. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه الوعي بهي المرحله. عم تزداد الاعداد بشكل اكبر، الانتشار لفيروس كورونا، حالات عم تظهر، يعني لكل حدا عم يصير عنده شخص بيعرفه مثل ما حكينا فرح انه عم ينصاب بالكورونا. خلينا نحكي عن اهميه الوعي بهي المرحله. طبعا الوعي رقم واحد اولا واخيرا. نحن شعبنا بيتاخد شوي في المرحله الاولى، بعدين بيفلش بترك. حالة التعامل مع الأوبئة بشكل عام أو التعامل مع أي حالة مرضية شو ما كانت تكون، خط الدفاع الأول هو الوعي. بقدر ما بيكون في عند المواطن وعي، بقدر ما بيكون عند الناس وعي وإدراك للحالة اللي هن فيها، بيكون يعني تخطينا لهي الحالة بتكون أكبر بكتير. ليش؟ لأنه في حالة مرضية موجودة، هذه الحالة المرضية لا يمكن أن تنتقل إلا من خلال مجموعة من التصرفات أو مجموعة من العادات أو الأساليب بالحياة تكون مختلفة. يمكن الأوضاع الطبيعية ممكن نستخدمها، لكن لما تقدم الوزارة، وزارة الصحة، أو تقدم الدولة بعض النصائح أو الجهات المعنية فيما يتعلق بهذا المرض أو بهذه الحالة أو بهذه القصة، يجب أن يلتزم فيها المواطن. بقدر ما يلتزم فيها بقدر ما يحمي نفسه. وفي يعني لفتني بحديث قبل شوي بلقائكم مع الدكتورة فيما يتعلق بأنه يفهم الإنسان أنه يا جماعة أنا مشكلتي مو بنفسي فقط، أنا مشكلتي بالآخر. لما يوعى الشخص أنه يمكن تحدي للمرض أو مناعته القوية أو قدرته هي تحمي الآخر بيكون جيد. في مقولة صغيرة بسيطة كتير بدي أقولها، قريناها كلياتنا يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي، ما هي مقولتي؟ يمكن لو الأمهات والأباء الآباء بيعرفوا أنه ممكن يصيبوا أبنائهم هن رح يحجروا نفسهم لحالهم، لكن الأبناء دائما بيكون وعيهم أقل، وبالتالي ما عم يحجروا نفسهم، وبالتالي ما عم يعرفوا أنه أنا إصابتي يعني هي إصابة الكبير اللي ممكن تؤدي فيه إلى مشاكل كتير كبيرة وممكن تؤدي فيه إلى الموت. نعم، يعني دكتور توقع لازم يكون تحسن مستوى المعي، إلنا شهور طويلة يمكن عم نتصدى لهذا الفيروس من خلال يمكن وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلام بكافة المحطات سورية وعربية، دائما في تركيز على هذا الموضوع، البروتوكولات المعترفة أو يمكن بيشتركوا العالم فيها. خلونا نقوي مناعتنا بفيتامين سي، بزنك، بغيره من الأمور. ما مدى صحة هذا الشيء وكيف بيقدر الإنسان يمكن قبل الإصابة يقوي مناعته وخلال الإصابة؟ طبعا هذا كلام كتير مهم ولازم نوعاله تماما، لانه احنا دائما بيصير في هجمه على الفيتامين سي. اللي بتلاقي بالصيدليات ما في فيتامين سي، كل العالم بده فيتامين سي. تمام. انا خليني اقول كلمه صغيره، المناعه هي ليست وليده يومين وثلاثه وخمسه وعشره، هي حاله تراكميه. تمام. بالتالي لما يكون احنا خلال حياتنا بشكل طبيعي عم نقوي مناعتنا،
بتكون مناعتنا جاهزة دائما في تحدي الأوبئة. لا تحصل المناعة ولا تتركب في حالة خلال الشهر أو خلال كم يوم أنا هلأ أخذت فيتامين سي وأخذت زنك وأخذت فيتامين دال وأخذت فيتامينات إذا قويت مناعتي. المناعة لا يعني لا تتشكل خلال أيام، هي حالة تراكمية. هلأ ما مدى أهم صحة هذا الكلام أو عدم صحته؟ لا شك أنه الفيتامينات، الفيتامين سي، الزنك، الفيتامين دال في حال نقصه تساعد على المناعة وتقوي المناعة، لكن الاعتماد الرئيسي يجب أن يكون على التغذية الطبيعية، التغذية العادية، وهي اللي حالها بحد ذاتها بتقوي مناعة الجسم بدون ما نستخدم نحن المكملات الغذائية إلا في حال نقصة. يعني نحن وقت بنكون في عنا حال نقص بهذه الفيتامينات، أخذ الفيتامينات لا شك أنه يساعد ويكمل ما ينقص الجسم من يعني من الغذاء اللي عم ياخده الإنسان بشكله الطبيعي. هلأ طيب أنا كيف بدي أعود عن هذه الفيتامينات بدون ما نستخدم المواد الصناعية واللي هلأ عم يصير في عليها تهافت بطريقة غير مقبولة، مثل ما كان في بداية أزمة الكورونا كله على المعقمات وعلى المطهرات، وأصبح صار في عنا إشكالية في هذا الموضوع ما عاد يلتقى، إضافة أنه صار تعمل إشكالات إجرائية نتيجة استخدامها بشكل خاطئ. إضافة استخدام الفيتامينات كمان بشكل خاطئ وبشكل كبير جدا كمان يؤدي إلى إشكالات معينة. دائما نركز على التغذية الطبيعية لأخذ الفيتامينات المطلوبة لتقوية المناعة. طيب يا دكتور كثير بيسألوني من وين نجيبه، نحن لا فينا ناكل لحمة، مين قال أنه اللحمة هي فقط هي المكملات الغذائية أو هي اللي بتعطينا كل ما نحتاج؟ في كثير أشياء موجودة في الطبيعة وموجودة في الحياة وموجودة بين إيدينا وهي متوفرة ونسبيا هي رخيصة عن أي شيء ثاني ممكن نحن نستخدمها. الزنك فينا نستخدمه من خلال البقوليات بشكل عام، الحمص، الفاصوليا، البازيلا، كلها هي تعطينا زنك وبكميات كبيرة جدا وأفضل من المكملات اللي عم ناخدها بشكل صنعي. الفيتامين سي موجود بالفليفلة، موجود بالبندورة، موجود بالخضرة، الخضرة اللي لونها أخضر، البطاطا، هي موجود كميات فيتامين سي بشكل كتير كبير وهي متوفرة بين إيدينا. يعني نحن إذا بنقدر إذا بنلتجئ من المواد الكيماوية للمواد الطبيعية جدا بيكون أفضل بكتير، وبتكون هذه التغذية بالفيتامينات هي طبيعية جدا وعم بتقوي مناعتنا دون أن نحتاج إلى مواد كيماوية تركيبية عم تدخل لجسمنا ومكملات غذائية، إضافة أنه عم نخفف علينا. يعني أنا مبارح عم أسمع أنه أرقام صارت خيالية أسعار هذه المواد أو هذه الفيتامينات، وهذا خاطئ جدا للأسف. طبعا كثرة العرض تزيد السعر وهذا نحن اللي ما بنقبله، واللي غالبية الناس تصاب وبالتالي كلها حتطلب الفيتامين سي والزنك والفيتامين دال وبالتالي سيرتفع أسعاره، ونحن بنفس الوقت لو كنا عم نستفيد بالطريقة اللي نحن حقيقة نحتاجها ما في مشكلة، لكن عم بتكون الفائدة بسيطة جدا وممكن تعويضها بطريقة طبيعية عن طريق الغذاء الطبيعي. أكيد دكتور، في حال الإصابة كيف ممكن المريض يتعامل مع المرض؟ شو بتنصحه؟ أهم شيء يعني فيما يتعلق بالإصابة بمرض كورونا، هذا المرض الذي هول بطريقة كبيرة جدا، لا شك الحالة الاحترازية والوقائية مطلوبة جدا والوعي مطلوب جدا، والتعامل معه لابد يحتاج إلى نوع من الوعي والإدراك في كيفية التعامل مع الحالات والتباعد المكاني، التغذية مثل ما حكينا. لكن للأسف أصبح حالة مرعبة وحالة أنا عم شوفها بعيادتي، عم شوفها من خلال لقاء مع بعض الناس اللي مصابين أو غير مصابين، وإنما لمجرد الشك في أنه هن يتعرضوا لحالة الإصابة عم يدخلوا بحالة هستيرية، عم يدخلوا بحالة ضعف تام. أنا من يومين حقيقة في صبية وصلت إلى مرحلة الموت الحقيقي وهي لمجرد شكت أنه مع كورونا من الخوف، وهذا شيء من الخوف، وهذا شيء كتير غير مقبول. هذا الخوف الكبير، وحكيتها يمكن في حلقات سابقة معكم، أنه الخوف بحد ذاته يرفع الأدرينالين ويضرب المناعة، وهذا الفيروس يعني يبحث عن ضعف المناعة، وين في ضعف مناعة بيروح عليها، فهذا الخوف الزائد عم يضعف مناعة الإنسان. طيب بشفت دكتور للمريضة اللي صار معها حالة هلع وحالة من الخوف الكبير، نعم. خلينا نحكي كيف أنت قدرت تتعامل معها، شو عملت معها، كيف قدرت تنصحها، شو الخطوة اللي عملتها؟ طبعا التهدئة والترويع اللي هي فيه، يعني أنا حكيت لها كلمتين صغار،
قلت له لو انا طبيب واكيد بوعى تماما شو يعني الكورونا، لو انا شاكك في انه انت معك كورونا انا ما قعدت معك جنبك وما لمستك وما قربت عليكي بطريقه وفحصتك وانا بتلاصق معك تقريبا، فانا ما رح تكوني انت غاليه علي اكثر ما غالية نفسي غاليه علي، وبالتالي لو انا خايف لو متاكد او لو شاكك مجرد شك انه انت معك اصابه كورونا انا كنت اخذت حالات احترازيه معي ملاحظه صح ولا لا؟ املتي صح، قلت لها اذا ليش خايفه كثير؟ دكتور يعني حتى لو كان مع هذا الفيروس اليوم عم نشوف كثير اشخاص وحتى يمكن بنعرفهم وزملاء لنا يمكن تعرضوا لهذا تمام. الفيروس وعندهم يمكن من القوه النفسيه ومن الصحه النفسيه شيء كثير كبير عم يقدروا يمارسوا حياتهم يمكن ما بدنا نقول بشكل طبيعي، حاجرين حالهم عم ياخذوا الاحتياطات اللازمه وعم يقووا مناعتهم وعم يعتبروه مثله مثل اي مرض طبيعي. قد ايه هذا الشيء مهم اليوم؟ لا شك لا شك اللي عم تفضلي فيه ست فرح كلام حقيقي. الكورونا هو ليس قاتل، هو مرض غريب عادي مثل أي غريب آخر، لكن يتميز بسرعة انتشار يمكن أكثر من غيره. هذا الغريب طبيعي اللي نحن كنا في مرحلة سابقة لما واحد يقول لك أنا مقرب، إيش هو يعني مقرب؟ هلأ صار نفسه الغريب هو صار مرعب، طبعا نتيجة مجموعة عوامل موجودة في العالم. يمكن حتى الأعراض أشد دكتور؟ يمكن عم تكون الأعراض، حتى موضوع الأعراض يعني في كثير 80% من الناس بتنصاب بكورونا وبتكون اعراض اقل من طبيعيه، احيانا يصابوا ويشفوا دون ان يدروا انهم اصيبوا. يعني ليس شرطا ان يكون الاعراض قاسيه، واذا كانت الاعراض قويه لا يعني انه هو قاتل، يعني ممكن 15% من الناس تصاب بمرض كورونا ويكون في اعراض تكون شديده شوي لكن ستشفى، يعني سواء كانت اعراض خفيفه او اعراض كبيره او قويه بعض الاحيان لا يعني انها ستؤدي الى الموت. يمكن الموت يكون قريب واقرب في الاصابه عند الاشخاص الكبيري السن، المدنفي المناعه، ضعيفي المناعه، عندهم امراض مزمنه، هن بحد ذاتهم جسمهم تعبان، يعني جسمهم مريض ما في مناعه جيده، يمكن يكونوا معرضين اكثر من غيرهم لاشكال خطيره، لكن برضه نفسهم هن هدول الناس يمكن ان يدخلوا العنايه المشدده ويخرجوا منها بشكل طبيعي يشفوا. 2% فقط اللي ممكن يموتوا. التهويل الكبير جدا، التهويل لا يعني تخفيف الاحتراز تجاه والوقاية والوعي تجاه هذا المرض، لكن التهويل والتخويف أنا ضده تماما كطبيب، لأنه التخويف هو حالة قاتلة للمريض قبل الإصابة نفسها، هو عم يضعفه عم يزيد أدرينالينه وعم يضعف مناعته عم يزيد تأثير أي مرض آخر، مو فقط مرض داء الكورونا أو مرض الكورونا اللي نحن عم ننصاب فيه. لذلك أنا اللي بدي أقوله بشكل كتير بسيط، هذا المرض مثله مثل أي مرض آخر، ويمكن في أمراض أخرى تكون قاتلة أكثر منه ضمن الظروف اللي للمريض اللي بيكون هو عبارة عن مدنف أو تعب أو مريض مزمن أو كبير السن، لكن هذا المرض ليس بالقاتل، هو مرض طبيعي ومرض عادي جدا، لكن نحتاج إلى بعض الوقاية، نحتاج إلى حالة العزل حتى نوقي الآخرين وليس نفسنا فقط، نوقي الآخرين من الإصابة، الناس العزيزين علينا، الناس الكبيري السن حتى ما نصيبهم، وإلا الإنسان الطبيعي يعني مجرد حجر طبيعي، حجر نفسه بشكل طبيعي يتعامل مع الكمامة إنه يتعامل بالطريقة اللي يفترض نحن فيها نتعامل، إنه أدواتنا تكون لشخصية لإلنا، النظافة الشخصية، إنه إذا كنا مصابين بأي حالة مرضية ما نقرب على حدا سليم أو على أعزائنا، فبالتالي هو تصرف طبيعي ووقائي طبيعي لأي مرض عادي، لكن في هذا المرض باعتبار العدوى شديدة وسريعة نحتاج إلى نوع من العزل، لكن يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، وخلال أسبوع لعشرة أيام عم يكون بيقدر يخرج ويمارس حياته بشكل طبيعي مع بعض الوقاية. إذا أنا اللي بدي أقوله ببساطة يا جماعة الله يخليكم لا تخافوا، هذا المرض حتى لو أصبنا فيه هو مانو شيء خطر لهذه الدرجة، مانو مميت، مانو قاتل، هو مرض عادي مثل أي مرض تاني نصاب فيه ونشفى منه، وأجمل من هيك أنه هو نصاب فيه ونشفى أحيانا دون أن ندري فيه، يعني ما بدنا كتير، وإنما ندير بالنا على حالنا أكثر، ندير بالنا على الآخرين، نعمل الوقاية، نعمل كمامتنا، نحط كمامة لما يكون في عنا حالات من الزحمة موجودة حوالينا، في تجمع نحاول نبتعد عنه ما نكون موجود ضمنه، وبالتالي نحن نكون بسلامة،
وما رح يكون في أي إشكالية، ورح يمرق هذا الوباء بشكل أو بآخر بإذن الله تعالى بفترة معينة بدون أن نصاب بهذا الهلع وبهذا الخوف الشديد بحياتنا. أكيد دكتور، مثل ما حكينا إن بحالة الإصابة، خلينا نحكي كمان عن العامل النفسي قديش مهم للواحد يشفى بوقت أسرع. خلينا نحكي عن هاي النقطة وكمان عن الاستخدام الخاطئ للكمامة. بيحطوا مثلا الكمامة، بيشتروا الكمامة بتبقى معهم أسبوع أكثر أو لتنشأ وبيرجعوا بيستخدموها. خلينا نحكي عن نصائح الوقاية بشكل أحسن. طبيعي. هلا فيما يتعلق بالعامل النفسي، العامل النفسي كتير مهم. قبل شوي كنت عم نحكي عن حالة الصبية هاي، لأعطي مثال بسيط جدا قديش حالة الهلع ممكن توصل لحالة أسوأ من الحالة اللي هي مصابة فيها. هي ما أنا مصابة، شوية مجع بأمعائها، فكرت أنه هي أعراض كورونا وبالتالي أنه خلاص انتهت. فحالة الخوف كتير مهم، حالة الوعي، حالة التهدئة، حتى الأشخاص اللي حوالين المصاب لو كان مصاب، بقدر ما نحن نعطيه دعم نفسي. دور الأهل كتير مهم بهالمعنى. تماما، الأهل، الأصدقاء اللي موجود. يعني نحن في عنا صديق مصاب، أنا عندي صديق طبيب مصاب، يعني إذا كل العالم بدها تجي تقول له يا حرام وخلاص وانتهى وتبكي، هاي النقطة هو دكتور فعلا كتير مهمة، هو الدعم النفسي، وأنه نحن نكون بجانب الأشخاص المصابين حتى لو كان عن بعد، خلينا نقول ندعمهم ونقويهم. ضروري جدا، ضروري جدا يشعر هذا الإنسان أنه مريض مثل أي مريض آخر. أكيد دكتور، بدنا نقول لك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. بنتمنى كل الأشخاص يكونوا تابعوا هذا الحوار، يمكن قدروا يستفيدوا وقدروا يمكن ياخذوا الإجراءات الوقائية يدون الدخول بحالة الهلع والخوف. شكرا لك دكتور. شكرا. أكيد شكرا لك دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمة، وأكيد بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا إن شاء الله. لك سلام للجميع.